السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فرنسية تيوب. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى درس ما بارفي دو لانديكاتيف، وهو درس من دروس لا كونجوغيزون، والمهم بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية متوسط والسنة الخامسة ابتدائي والثالثة متوسط. تابعوا الفيديو كاملا للاستفادة. إذا نبدأ بتعريف لا بارفي دو لانديكاتيف. لا بارفي دو لانديكاتيف est un temps du passé. إذا هو زمان من أزمنة الماضي، نعبر به عن حدث وقع وانتهى. ننتقل الآن إلى لترمينيزون الخاصة بهذا الزمن. لدينا le verbe du premier groupe, le verbe du deuxième groupe et le verbe du troisième groupe. بالنسبة لتلميذ السنة الخامسة ابتدائية همكم أفعال المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثانية فقط. أما بالنسبة للسنة الثانية والثالثة متوسط تهمكم جميع المجموعات. إذا نبدأ بأفعال المجموعة الأولى والتي تنتهي بـ ER. إذا لكي نصرف أفعال المجموعة الأولى في l'imparfait de l'indicatif نقوم بحذف l'infinitif أو نمحي ER ونستبدلها بـ les terminaisons الآتية أو النهايات حسب كل ضمير. إذا لدينا مع je AIS, tu AIS, il ou elle AIT, nous IONS, vous IEZ, il ou elle avec S AIENT. إذا نحذف ER ونضيف النهايات الآتية. أما بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية والتي تنتهي بER لدينا تقريبا نفس لترمينيزون خاصة بأفعال المجموعة الأولى فقط نسبقها بـ I2S. إذا نكتب I2S AIS I2S AIS I2S AIT I2S IONS I2S IEZ I2S AIENT. أما بالنسبة لأفعال المجموعة الثالثة فهي أفعال غير منتظمة، لكن مع ذلك فهي متشابهة مع أفعال المجموعة الأولى في التصريف. إذا AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. إذا نعيد لترمينيزون الخاصة بالانبارفي دو لانديكاتيف مع جميع المجموعات. لدينا أولا AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT، وهذه النهايات لأفعال المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثالثة. دوزيام جروب I2S AIS I2S AIS I2S AIT I2S IONS I2S IEZ I2S AIEN. إذا يجب أن تحفظوا لترمينيزون لكي تعرفوا التصريف. ننتقل الآن إلى هذا الجزء وهو مهم بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية والثالثة متوسط فقط. لدينا الآن تصريف être و avoir في l'imparfait de l'indicatif. نبدأ أولا بـ être. كما نلاحظ هنا لدينا في البداية نكتب مع جميع الضمائر E accenté E accenté إلى أن ننهي، ثم نضيف لترمينيزون التي تحدثنا عنها سابقا. إذا بالنسبة لـ être نكتب E accenté ونكمل بالنهايات الآتية. J'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, il ou elle avec S était. إذن تقريبا نفس لترمينيزون الخاصة بأفعال المجموعة الأولى والثالثة، نكتب E accenté ونكمل بلترمينيزون. J'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, il ou elle avec S était, A-I-E-N-T. نذهب الآن إلى avoir. كما تلاحظون هنا نكتب av 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 مع جميع الضمائر ثم نكملها بنفس لترمينيزون كما فعلنا مع être. نقول j'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avec s avait. نكتب av ونكمل بلترمينيزون. نعيد j'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, il ou elle avec s été. Avoir, j'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avec S avait. Et donc, يجب عليكم حفظ تصريف être ou avoir في l'imparfait de l'indicatif. ننتقل الآن إلى التمارين. هذا التمرين الأول مخصص لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. إذا المطلوب هنا هو تصريف الأفعال الموجودة بين قوسين في l'imparfait de l'indicatif.
Je, le verbe jouer dans la cour de l'école. إذا نلاحظ لدينا le verbe jouer هو فعل من أفعال المجموعة الأولى لأنه ينتهي ب er وسنقوم بتصريفه مع الضمير je, le pronom je. إذا كما قلنا سابقا نحذف er ونكمل ب مناسبة مع الضمير je. إذا قلنا مع je نقول je jouais. Je jouais dans la cour de l'école. Le train, le verbe arriver en retard. إذا نلاحظ لدينا أيضا le verbe arriver فعل من أفعال المجموعة الأولى لأنه ينتهي ب er و le train يمكننا أن نعوضه ب le pronom il. إذا نقول il arrivé avec AIT. إذا قلنا مع il ou elle au singulier نضيف AIT. Le train arrivait en retard. Les enfants, le verbe choisir, leur jeu. إذا لدينا les enfants يمكننا أن نعوضها بIl avec S. ولدينا le verbe choisir فعل من أفعال المجموعة الثانية لأنه ينتهي بIr. إذا نحذف Ir ونضيف la terminaison المناسبة مع Il avec S. إذا قلنا Il choisissait. إذا بما أنه فعل من أفعال المجموعة الثانية نضيف I2S ونكمل ب AIENT لأنه مصرف مع IL avec S. Les enfants choisissaient leur jeu. مع أفعال المجموعة الثانية قلنا نضيف I2S ثم نكمل ب les terminaisons الخاصة بالمجموعة الأولى. Choisissaient. Nous, le verbe visiter le musée du Mujahid. إذا لدينا le verbe visiter من أفعال مجموعة الأولى لأنه ينتهي بER. لكي نصرفه مع nous نحذف ER ونضيف IONS. إذا nous visitions le musée du Mujahid. إذا je jouais dans la cour de l'école. Le train arrivait en retard. Les enfants choisissaient leur jeu. Nous visitions le musée du Mujahid. ننتقل للتمرين الثاني. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. إذا نفس المطلوب فقط هذا التمرين يحله من الأحسن تلاميذ السنة الثانية متوسط والثالثة متوسط. إذا le chat a le verbe avaler la souris d'un seul coup. إذا أولا le chat نعوضها ب il au singulier. Le verbe avaler هو من أفعال المجموعة الأولى لأنه ينتهي ب er. إذا لكي نصرفه مع il au singulier نحذف er ونضيف ait. Le chat avalait la souris d'un seul coup. Le roi et sa femme, le verbe habiter dans un grand palais. إذا le roi et sa femme يمكننا أن نعوضه ب il avec s. ولدينا le verbe habiter أيضا من أفعال المجموعة الأولى لأنه ينتهي بER. كي نعرفه مع il avec s نحذف er ونكتب aient. Habiter. Le roi et sa femme habitaient dans un grand palais. Le bûcheron, le verbe aller, chaque jour coupait le bois dans la forêt. إذا le bûcheron نعوضه ب il. أما بالنسبة للو فيرب علي فنصرفه بشكل عادي مثل أفعال المجموعة الأولى نضيف أيتي. Le bûcheron allait chaque jour couper le bois dans la forêt. إذا حذفنا ER وأضفنا أيتي. Nous, le verbe finir nos exercices. إذا لدينا le verbe finir من أفعال المجموعة الثانية لأنه ينتهي بIR. إذا قلنا بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية نحذف IR ثم نضيف I2S ونكمل مع la terminaison المناسبة. نقول هنا nous finissions. Nous finissions nos exercices. إذا بما أنه فعل من أفعال المجموعة الثانية نكتب I2S ونضيف la terminaison حسب le pronom personnel. La sorcière, le verbe être, l'aide et la chante. إذا كما قلنا سابقا لتصريف
être l'imparfait de l'indicatif, نكتب E accenté ونكمل بلا terminaison المناسبة. La terminaison المناسبة هنا هي AIT لأن la sorcière يمكننا أن نعبدها بL au singulier. La sorcière était laide et méchante. Le chat avalait la souris d'un seul coup. Le roi et sa femme habitaient dans un grand palais. Le bûcheron allait chaque jour couper le bois dans la forêt. Nous finissions nos exercices. La sorcière était laide et méchante. Et donc, c'est ce que vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de la chercher de cette exercice. Nous allons voir dans une autre vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.